السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا من جديد في قناة عالم عواطف. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الشكل من أشكال الحلويات معسلة ديال رمضان. هاد الحلوة كتسمى بالسانتير أو لسان العصفور، وكاين اللي كيسميها المعسلة على حسب المناطق. هاد الحلوة السانتير كتجي معسلة ومقرمشة، وطريقة التحضير اللي هي جد سهلة وناجحة 100% من أول تجربة. خليكم معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخر. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنقول لهم شاركوا معايا في القناه بالضغط على زر الاشتراك، سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا كل جديد. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بتحضير العجين. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق، الدقيق مزيان خاص بالحلويات، يعني 500 غرام، جوج معالق كبار ديال الزنجلان مطحون، طحون مزيان باش ما يقطعناش العجينه، معلقه كبيره ديال النافع مطحون، ملعقه صغيره ديال السكر، اصفر بيضه، واحد الكيس ديال الخميره الكيماويه او بيكن باودر، كيس من الفاني، ملح، اربعه ديال المعالق مذوبين من الزبده، نصف كاس من الماء الزهر، والنبال باش نجمعوا العجين. غادي نبدا على بركه الله. خديت الطحين، غنضيف عليه معلقه ديال النافع، قلنا جوج معالق كبار ديال الزنجلان، هادو باش ينسمو لنا العجين، اللي ما بغاش يديرهم ما يديرهمش. معلقه صغيره ديال السكر، كيس من الفاني، كيس من الخميره الكيماويه او البيكن باودر، الملح. غادي نخلطوا هاد النواشف كاملين، غادي نضيف اصفر بيضه، الزبده، قلنا هنا عندي 4 المعالق ديال الزبده مذوبه، غنخلط هادشي كامل مع بعضو. صافي، قلنا داك الزنجلان لابد يكون مطحون عندنا مزيان هو والنافع باش ما يقطعولناش العجينه فاش نجيو نطلقوها. دابا غادي نجمع بالماء الزهر، هنا قلنا عندي نص كاس ديال الماء الزهر، وغادي نجمع العجينه بالماء بارد. هنا العجينه خاصها تكون عندي ما هي قاصحه ما هي كتلصق، يعني العجينه ديال الرغايف، بحال العجينه ديال الرغايف. غادي نجمع العجين ديالي مزيان وندلكو. هاد العجينه كتدلك، بعد ما ندلكو غنرجع عندكم. بعد ما دلكت العجين ديالي مزيان غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد نص ساعه، عاد ندوز نطلقها. من بعد ما ارتاحت العجين ديالي غادي ندوز نشكلها كويرات، نعمل في يدي شويه الزيت، غنشكلها كويرات هي صغار على هذا الشكل هذا. صافي، ونضعهم في الصينيه كما كتشوفوا. ندهن يدي بشويه ديال الزيت. انا غنشكل هاد العجينه كامله، نديرهم هي كويرات صغار ما نكبرهمش، هي صغيورين. غنستمر على هاد الشكل تنكمل العجين اللي عندي ونرجع عندكم. بعد ما شكلت العجين ديالي كويرات على هذا الشكل كما كتشوفوا، غادي نخليها
ترتاح واحد الخمسة دقائق حتى العشرة دقائق، هي باش تسهل عليا العملية من نجي نطلق لكم بسهولة ونرجع عندكم. وضعت المقلة ديالي الثقيلة ديال الحرشة كتسخن، وغادي ندوز نطلق العجين. العجينة ديالي ها هي ارتاحت مزيان، غناخد شوية ديال الزيت غادي نطلق العجين ديالي. دائما مع شوية ديال الزيت صافي على هذا الشكل هذا، وندوز نوضعها مباشرة على النار في المقلة اللي ديجا راها سخونة. نوضع العجين على المقلة قلنا مباشرة، كنطلقوها كنوضعوها فوق المقلة. المقلة ديالنا قلنا راها سخونة، كنقلبوها على الشكل هذا، كنبداو كنقلبوها حتى كنحسو بها دخل فيها الطياب، وكنقصو شويه على العافيه. هكذا كنقلبوها من شويه بجوج، وما كنعينوش عليها حتى تحمر، فقط اننا نحسو بها دخل فيها الطياب. صافي هكذا مباشرة كنوضعها فوق الصينية اللي غطيتها بمنديل، ونغطيها بالبلاستيك الغذائي هكذا باش ما تنشفليش، وندوز نشكل واحدة اخرى. بنفس الطريقة كنطلق العجين ديالي، قلنا بشكل دائري هكذا بحال غنصوب الرغايف، نحاول نرققها. انا هنا راه عملتهم هي صغار، نتوما يمكن لكم تكبروهم الا بغيتو. صافي وغادي ندوز نوضعها مباشره في المقله. صافي كنقلبها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، قلنا ما نعينوش عليها حتى تتحمر، فقط انه يدخل فيها الطياب، وكنقصوا شويه النار باش يدخل فيها الطياب بلا ما تتحمر. صافي وكنستمروا هكا نقلبوها من الجهتين حتى نحسوا بها طابت. صافي ونحيدوها. صافي كيما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. صافي دابا بركه عليها، كنوضعهم هكذا وحده فوق وحده باش ما تيبسليش وما تهرسليش من نجي نقطعها، وكنغطيها على هذا الشكل بلاستيك غذائي. طيبت داك العجين اللي كان عندي كامل كما شفتوا معايا، واللي طيبتها كنوضعها فوق الاخرى يعني وحده فوق وحده، وكنغطيها بهذا البلاستيك هذا باش ما كتنشفيش من الجناب وتقطع لي فاش نجي نلويها. هانتوما كي كتشوفوا يعني كتلوى بسهوله، ما كتنشف ما كتقطع ما حتى حاجه. دابا غادي ندوز نلف هذا العجين، غناخذ وحده على هذا الشكل هذا. هنا وجدت زلافه عملت فيها خلطت فيها الماء والدقيق هكذا باش غادي نجمع بها اطراف العجين. غادي نلف على هذا الشكل هذا،
ويدي مرخوفه، يعني ما نزيرش يدي. وكندهن هاد الجوانب بهاد الخليط قلنا ديال الماء والدقيق باش يلصق لي هاد العجين. صافي، مي كنلفها كنوضعها هكذا فشي صينيه وندوز ناخذ واحده اخرى. ودائما نخلي العجين ديالي مغطي، كنلف قلنا هكذا ويدي مرخوفه دائما. كندهن الاطراف ديال هاد العجين ديالي باش نلصقها. صافي، وكنوضعها في هاد الصينيه، كنوضعهم كاملين هكذا حتى كنسالي وحده حده وحده، ونغطيهم بلاستيك باش ما ينشفوليش. انا غادي نستمر على هاد الشكل هذا حتى نكمل هاد الكميه اللي عندي ونرجع عندكم. لفيت العجين ديالي كامل كما كتشوفوا، ودائما كنا كنخليهم مغطي بلاستيك غذائي باش ما ينشفناش. دابا غادي ندوز نقطعو على هذا الشكل هذا. غناخذ مقص، كنبدا اولا نحدق داك الجوانب وكنقطع بشكل مائل بحال اللي كتشوفوا في الصوره هكذا. هانتوما الشكل اللي كنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا. صافي، وكنوضعو هنا. كنستمر على هاد الطريقة، قلنا دائما بشكل مائل. هنا على حسب القياس اللي بغيتو نتوما، واش كبار ولا صغار. انا غادي نكبرهم واحد شويش، شفتو كيفاش كيجيو. صافي، غنستمر على هاد الشكل هذا حتى نكمل الكمية اللي عندي ونرجع عندكم. دابا غادي ندوز نقلي. غادي نبدا نقلي دابا، نبدا على بركه الله. عملت المقله، درت فيها الزيت كافي، يعني الزيت بكثره ماشي الزيت قليل، وخليته حتى سخن مزيان. غادي نوضعهم في المقله على هذا الشكل هذا. وغادي نقص البوطه باش يدخل فيهم الطياب مزيان. الا جهدنا عليه البوطه غادي يتحمر دغيا، ولاني ما غيدخلش معاه الطياب وغادي يجي معجن من الداخل. صافي، نحاول نقلبو، نقلبهم على هذا الشكل هذا. قلنا دابا راني نقصت البوطه، نقلبهم مزيان حتى يبداو يتحمروا وياخذوا داك اللون الذهبي. ضروري نبقاو مقابلينهم وردين عليهم البال.
هكذا على هذا الشكل هذا، يعني ما كيتحمروش اكثر من هذا الشيء. صافي هذا راهم طايبين. صافي كنشوفوا اللي طابوا كنحيدوهم. كنقطروهم من الزيت، كنوضعوهم مباشره في العسل على هذا الشكل هذا. صافي حتى كنكمل هذه القليه الاولى على هذا الشكل. كنوضع فوق لهم العسل بهذه الطريقه. العسل كما شفتوا راه عندي ثقيله، صافي كنجي فوق منهم العسل هكذا. كنخليهم يشربوا العسل وكندوز نعمل القليه الثانيه. كنوضع القليه الثانيه بنفس الطريقه، كنخلي هذوك يشربوا العسل وكنعمل قليه اخرى كما كتشوفوا بنفس الطريقه اللي عملنا في الاول. ونقشي شويه على البوطه حيت الزيت راه سخن بزاف. كما شفتوا الحلوه ديالنا هي شربات العسل. دابا غادي نحيدها هي بشويه ونوضعها فوق هاد الشبيكه باش داك العسل ولا فوق شي كسكاس، المهم كل وحده شنو متواجد عندها في البيت، باش داك العسل كنوليو عاوتاني نعاودو نستعملوها اللي كتهبط لنا. كما شفتوا راه شربت العسل مزيان. صافي كنستمر انا على هذه الطريقه، يعني قليه عندي في المقله، القليه الاخرى كتكون ديجا راها في العسل. على ما كطيب لي الكميه الاخرى كنكون انا حيدت هذو من العسل وضعت القليه الاخرى. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه المعسله ديالنا لسان طير او لسان العصفور. كما شفتوا معايا من بعد ما قليناها وتعسلات رشيت عليها العسل، كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كتجي رائعه في المذاق وكذلك كتجي مقرمشه وشاربه داك العسل. هنا غادي نوريكم كي كتجي، كما شفتوا مقرمشه ولذيذه. ما عليكم الا تتبعوا الطريقه من الاول حتى الاخر، وان شاء الله غادي تنجح معكم من اول تجربه حتى بالنسبه للمبتدئات. نتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم، ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنقول لهم اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وكذلك الضغط على الجرس باش توصلوا كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستافدوا معنا الجميع ان شاء الله. ودابا ما قليلا نودعكم والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.